Today we will continue talking about the plant-host relationship. العلاقة ما بين النباتات والممرضات النباتية. حكينا تأثير النباتات على ال plant growth, على الانزيمز, على reproduction. اليوم نشوف the plant diseases caused by fungi specifically. We will take each disease by itself and describe the way that it reacts with its hosts. Fungi, as we know, are small microscopic eukaryotic, usually filamentous branch spore-bearing organism that lack chlorophyll. This is a common sense that we are reviewing now again. They have cell wall and that contain kinase, glucan, and no cellulose. All fungal species are saprophytic, except for some cases. They live on dead organic matter. Some fungi are obligate and sometimes they are called biotrophs, and they can grow on multiple or only one host plant on the remaining during their entire lives. So this is a summary of what we have taken, because we are just refreshing your memories about the importance or the description of fungi. شرحنا في البداية الفنجاي عبارة عن ميكروسكوبات هي كائنات مجهرية إلها سيل وول ما بتحتوي على كلوروفيل تعتبر من اللي هي المرميات بتتغذى على المواد الميتة منها متطفل إجباري ومنها بكون اللي هو البايوتروفز اللي هي ممكن تكون إلها عائلين في عنا النون أوبليجيت اللي they don't have to have a host because they are required one host for their plant of part of their life but they can't continue the life cycle on other organic dead materials فبالتالي هم لجزء من حياتهم بيعتبروا يمكن يعيشوا على عائل نباتي وبيكملوا دورة حياتهم على organic material non-living saprophytic whatever so مش إجبارية تطفل فبيقدروا يعيشوا إذا وجد العائل ويصيروا متطفلين إذا ما وجد العائل ممكن يكونوا other things The morphology of the fungi, الشكل الخارجي للفنجاي. Most fungi are filamentous vegetative body called mycelium. أغلب الفطريات ما عدا اللي رح ناخذهم بتفاصيلهم إلهم أجسام خضرية مثل بنسميها المايسيليوم. هاي المايسيليوم عبارة عن خيوط بتتكاثر داخل النباتات أو العوائل اللي بتطفل عليها. The mycelium branch out in all direction. أشكال المايسيليوم راح تشوفوها مش إلها شكل واحد ولكنها ممكن تصير تفرعات متعددة بكل الاتجاهات بأشكال مختلفة مجرد ما تلاقي العائل المناسب. The individual branches of mycelium called the hyphae. هلا المايسيليوم لنفترض إنه هذا المايسيليوم وهي بتعمل branching. هدول الأجزاء اللي هم بتبطل مايسيليوم لأنه مثل لما بتحكي أنت الترانك الشجرة عبارة عن ترانك وبتطلع منها سكافلز السكافلز بتطلع منهم برانشز اللي هم تفرعات نفس الشيء هذا اللي هون اسمه مايسيليوم مايسيليوم هذا اللي بيطلع من هون اسمه هايفي اللي هو التفرعات للمايسيليوم هايفي are uniform thickness and vary in length they have a uniform أشكالهم وأحجامهم وسمكهم ثابت بيكون يعني لما بيكون هذا اللي هون اللي برانش وهون برانش they have the same thickness the same length the same shape ما بيختلف عن البرانش الثاني mycelium may consist of many cells containing many nuclei هلا رح تشوف شكلهم هذا عبارة عن ايش جسم بيحتوي على العديد من النيوكليات اللي هو النويات هلا المايسيليوم ممكن يحتوي على العديد من الأنوية داخل تركيبه ورح تشوفوا هلأ في الصور كيف رح يكون شكله هلأ growth occur at the tip of the hyphae how do they grow عادة بالبكتيريا شفتوا انتو بيعملهم fusion بصير في تخنصر بصير في عنا التبرعم بالفطريات التبس زي الأوراق بالضبط كيف أفرع الشجر من التبس من البرانش بيطلع a new other من اللي هم new leaves new branches من التبس فالتفرعات بدها تيجي من هون من التب بيطلع منها تفرعات وبتنمو هاي التفرعات some lower fungi lack true mycelium and reproduce instead of the system stands for glossary decimation continuously varied diameter goals rhizomycelium في الفطريات في عنا الفطريات الراقية
وفي عندنا الفطريات المتدنية اللي هي الفطريات الراقية اللي هي صار في عندها ديسكريبشن معين لعملية الريبرودكشن، لعملية اللي هي انفيجن، كيف عملية ان هي تو ديسكريمينيت بتوين ذير هوست. هذا لأنه ايش بتصير في التسلسل، عندها القدرة انها تتطور، انها تتناسب مع الظروف اللي هي فيها. هلا في عندنا اللور فونجاي اللي هم عادة هذول الفطريات البدائية ما عندهم القدرة انهم يكونوا المايسيليوم اللي هي إلها distinctive nuclei, distinctive cell walls, شكل ثابت، أحجام ثابتة، الهايفي إلها the same shape, the same thickness and the same length. Lower fungi, they don't have this. So they have what it's called, بأشباههم، لأنها هي أصلاً مش فطريات راقية ولكنها هي فطريات من أول الدونية أو إنها البدائية، تحتوي على إشي بيشبه نفس الهايفي والمايسيليوم، بسميها رايزومايسيليوم اللي هي يعني مايسيليوم غير أشباه المايسيليوم، يعني إشي بيشبه المايسيليوم. Some microorganisms like myxomycota and plasmodiophora mycetes بيحتوي على plasmidiums. Instead of having a mycelium, they have a plasmidium. طبعا هذول على حسب الكلاسز اللي احنا رح ندرسها، سواء هم بالنهاية وظيفتهم واحدة to grow, to reproduce and to invade their host. هلا بيعتمد التصنيف على حسب الهوست، على حسب type of the fungi and the type of reproduction body. هلا خلصنا اللي هي المورفولوجي. Reproduction. How do fungi reproduce? How they multiply? How they increase their number in their host? Fungi reproduce by means of spores. This is it's a given. We talked about that most all fungi produce spores in order to reproduce and multiply inside or outside their host. Spores are the reproductive body consists of only one or few cells. They may be formed sexually and they can call by oospores or asexual. So they can reproduce by ways, either sexually or asexual. So they have asexual reproduction and the like bud proceeds a twig or the result in asexual fertilization. يعني ممكن انهم الاسبورات يتم عملية تكاثرها بالتزاوج الجنسي أو اللاجنسي، وبناء عليه سواء إذا كان تزاوج جنسي له مسمى، إذا كان تزاوج غير جنسي له مسمى آخر. طبعا هلأ بتفاصيلهم رح نصير ناخد تفرعات ورح نصير ناخد classification ونيمز جديدة. لما some fungi asexual spores reproduce inside a sac we called it sporangium. تتذكروا الكيس اللي فرجيتكم إياه في المحاضرات الأولى اللي بيكون في داخله أكياس اللي هي عبارة عن سبورات، هاي بسميها سبورانجيوم اللي هو الكيس السبورانجي. Other swims by the means of the flagella. بعضهم إله مثل اللي هي الذنيبيات أو الشعيرات اللي هي الفلاجيلا بنسميها زوسبورس. هلأ other cutting off of the terminal or lateral cell in a special way called the conidiophores. في من الأصناف الأخرى عندها القدرة إنها يعني تتفرع وتنفصل، لأنك أنت لما بدك إياها تتكاثر مفروض بعد ما يعمل لنا البرانشينج، أفترض هون عمل له من هون برانش، they have to be split, they have to be able to split عشان يقدروا ينتشروا ويقدروا يتحركوا في الخيلية الجديدة. هذول عادة بسميهم اللي هم الكونيديوفورز. ليش؟ لأنه يا إما بتيجي من التيرمينال من الطرف أو بدها تكون من التب على أساس إنه يطلع منها الجزء الجديد أو ينمو منها الفرع الجديد اللي هو بده يتكاثر أو بده ينتقل من خلية إلى أخرى. في هاي الحالة بنسميها الهايفي، بهاي الطريقة اللي بنسميها الكونيديوفورز. Some fungi conidiophore produce short hyphae, we call it phyllides. هلا if the fungi produce from the conidiophores a short hyphae مش a long one, we call it phyllides. هلا حكينا عن السكشوال والاسكشوال. ناو السكشوال سبورز اللي هي بنسميها الكونيديا اللي هي التزاوج، لما بتطلع السبورات بتكون نتيجه تزاوج لا جنسي بنسميها الكونيديا. Are produced at the tip of the conidiophores directly on the mycelium or inside a wall structure اللي هو conidiomat. اللي هي اذا كانت هلا الكونيديا بعد ما تطلع
بدها تنحمل. شو بدها تنحمل؟ بدها تنحمل على كونيديوماتا. هلأ the distinctive form of a flax shaped conidiomata is called pachynodom. هلا اذا اجت على شكل صحن او اللي هو مثل الكاس، تعرفوا الجاط اللي بنحط فيه الفواكه بيجي هيك مفتوح، هذا اذا اجت محطوط عليه الكونيديا او السبورات بنسميها pachynodom، على اساس انه من هون رح تاخذ اسم الاوردر اللي رح ندرسه later on. فهذول كلياتهم رح تاخذوهم باسماء الاوردرز على حسب pathogens أو fungi species اللي رح نحكي عنه later on. In some fungi, terminal or intercellular cells of hyphae enlarge around up from the thick wall and separate from the chlamydia spores. هلا إذا تكونت كلياتها وصارت مثل شكل اللي هو شكل الزهرة، بتعرفوا كيف شكل الزهرة الجوري لما بدها تسكر من فوق بتكون كأنها بس إلها فتحة من صغيرة، بتبطل الجاط المكشوف أو الصحن المكشوف بدها تكون شوية مغلقة بهذا الشكل، بدنا نسميها chlamydiospores. هلا this is asexual. Now the sexual. هلا إذا صار في عنا عملية التزاوج وصار في عنا sexual spores. The sexual reproduction occurs in most of the group. هلا بده يصير الاسكشوال، تذكروا اول محاضره اخذناهم اول محاضره ايش اسمهم؟ او ماي سيتس. هلا لما بده يصيروا اسكشوال دبل، شو راح يصيروا؟ زاي زايغو ماي كوتا او زايغو ماي سيتس. ليش؟ لانه هدول اسكشوال. هاي بس لكم هنت عشان تربطوا انه لما بنحكي اسكشوال وي ار توكينج اباوت او ماي سيتس، اذا بنحكي عن سكشوال راح تكون زاي ماي كوتا ماي جوتا وات ايفر اللي راح ناخذهم later on. هلا زايغوميسيتس عبارة عن two cells اللي هي عبارة عن الجاميتات أو اللي هي جاميتس. They are both similar in size لأنه the cell you know that it is divided in two haploids. هدول بده يكونوا نفس الshape نفس size، فبده يكونوا half the number of the cell. When they come together they will have a full number of number of chromosome. They have the same size and they will be one whole again. Zygomycetes are two cells of a similar size and appearances unit and produce zygotes or what we call zygospores. هلا مجرد ما ينتحدوا الخليتين اللي already انقسمت من sexual reproduction and they come together and became one spores which is called zygospore because it is male and female reproducing eggs. هلا في عنا اللي هو كريكتوميسيتس اللي هي عبارة عن موتال جاميتس اللي هي عبارة عن الجاميتات المتنقلة اللي بتتحرك مش ثابتة، يعني ما إلها بازيدوميسيت أو إلها قاعدة أو إلها الأسك أو إلها الكيس، عبارة عن موتال بتسبح بتتحرك بتنتقل من مكان إلى آخر. Equal or unequal size fuse from the myosporangia. Myosporangia it's a part where we have part of the spores and they are taken by the cryptomycetes. هلا الاسكوميسيتس اسك اللي هو عباره عن a kiss. هلا اسكوميسيتس also is sexual spores produced with a sac like zygote cells اللي هو الاسكس and the spores are called ascospores. هذا الفرق بين السكشوال والأسكشوال ريبرودكشن. It's the same ولكن هون السبورات بدها تكون عبارة عن two separate cells divided بعدين one male and one female بعديها صار في عندهم الفيرتلايزيشن وصارت تقدر تتكاثر. تقريبا نفس الأشكال اللي راح تكون للأسكشوال نفسها ولكن راح تتغير المسميات عشان يتميز إنه هذا تكاثر جنسي أو لا جنسي. وين هاي؟ هاي اسمه سبورانجيا، اسم الجهة. This one. هذا. هلا هدول they fuse. هلا لما بتنقسم بتصير انه هم هابلويد، ماشي؟ لما بدها ترجع مرة ثانية تتشكل بدها تصير اللي هي ميزو ايز سبورانجيا. لما الفيوز هياتها كلمة fuse when they come together or when they bind or when they mate with each other.
هلا البازيدومايسيت برضو is sexual spores that produce on an outside club like zygote. هلا لما بدها تنفق قبل كنا نحكي عن الاسكومايسيت اللي هي داخل الكيس، هلا اذا ما فيش كيس بدها تكون بازيدومايسيت. ليش؟ لانها بدها تكون مفتوحه، بدها تكون an open sac، كيس او شكل مفتوح، cup مفتوح. هذول بده يكون فيها sexual spores and they are produced in outside clubs like zygotes and we call them basidium. ليش؟ لأنه هي هاي بدها تيجي موجودة على قاعدة، وهدول هون بدها تيجي هدول أشكال اللي هي موجودة بدها تكون على أشكالها اللي هي البازيديوم or البازيديومايسيتس. هلا عادة هدول بنسميهم basidio spores اللي هي لما تكون سبورات، وهاي بدها تكون محمولة هذا الجسم بنسميه البازيديوم اللي هو مثل القواعد اللي بدها تحمل على رؤوسها السبورز. هلا كريستو كروموسيتا اللي هو عباره عن اوومايسيت، رجعنا لاوومايسيت اللي هي عباره عن سكشوال اي سكشوال جاميتات اوف ان ايكوال سايز فيوت فروم ذا زايجوت ويتش ار اووسبورز. هلا اذا كانت احنا قلنا في البدايه عشان يطلع عندنا اللي هو الزايجومايسيت لازم يكون ايكوال سايز، صح؟ تيجي الايج بتكون ايكوال سايز هاف هاف لما حكيناها عن الاسكومايسيتس. هلا هون لما يكون unequal في عندنا تو جاميت unequal سايز unequal نمبر بتكون في عندنا اختلافات، لانه هذول الفطريات ما بتتبع مثلا في مرات بصير لها ميوتيشن they change. هلا في حاله انه هذول unequal they are not equal in the size or the number بنسميها اللي هي بتيجي انقسام الاووسبورز اللي هي بدها تنقسم مش بشكل متعادل، وبدهم يصير عملية اللي هي الميتينج أو الفيرتيلايزيشن وبده يكون لنا الزايجومايسيت بنسميها اللي هي كروموسيتا. هلا مايتوسبوريك فانجاي اللي هي عادة أغلب الفطريات اللي رح ندرسها أو المسببات المرضية اللي بتسبب دمج وخسائر كتيرة بدها تكون تابعة للديتيروميسيتس، عائلة اللي هو الأوردر ديتيروميسيتس اللي هي تعتبر من أكبر العوائر اللي موجودة للفطريات، وعادة بتسبب خسائر يعني واضحة على الزراعة لأنها بتسبب أمراض نباتية منتشرة. طبعا هدول عادة بنتشروا عن طريق اللي هو asexual reproduction. هلا على حسب، هلا في عندك اللي هو لما بيكون ان ايكوال بدها تكون اللي هي حكينا عنهم اللي هم بدها تكون اللي هم الكريستو سوما، هذا اذا كانت سكشوال. اذا كانت اي سكشوال بده يكون في عندنا ما مرقش علينا انه بيكون ان ايكوال، بده يكون هم عباره عن سواء داخل اسكي اذا كانت على كلوب او اذا كانت محموله على اللي هي فري موتايل. هلا كل وحده هدول عشان ندخل فيكم لا هو division. How could we say that this is the reproduction or this is the cycle that it's followed for this certain pathogen؟ على أي أساس قلنا إنه هذه الأشياء هون بناء على هاي التقسيمات اللي إحنا شرحناها؟ لأنه كل فطر أو كل طريقة حتى ممكن الفطر يتكاثر sexual أو asexual رح يتبع أسلوب أو رح يتبع certain path to be able to reproduce and multiply. شو العوامل اللي ممكن تأثر على اللي هو على الباثوجين؟ ايكولوجي، طبعا ايكولوجي اللي هو the atmosphere, the habitat, the environment, everything have all plant pathogenic fungi spend part of their life in their host plant as a part of the soil or a depressed on the soil. This is the environment, the outer side environment that surround pathogens or fungi or plant diseases. يا اما بتكون كل الممرضات او الاسباب الممرضات النباتيه بدها تكون يا داخل عائل نباتي او في بقايا نباتات او في التراب. طبعا هذه اللي هي الاوكولوجي اللي هي السورس اوف هايبرنيتنج اور اللي هي تحتضن الممرضات النباتيه. سم فانجاي اللي هي بنسميها بايتروفس. What do we need بايتروفس؟ They need two hosts. They have two relationship. Host and the environment. Other are hemibiotrophs, like Abel's cap, Ventura species. They must pass part of their life on a host as parasite and a part on a dead tissue and the same host as in the ground saprophytes to complete their life cycle. Hemibiotrophs, it's need عائل إنها تكون obligate, يعني فطر
إجباري، ولازم برضو عشان تكمل دورة حياتها لازم تكون عبارة عن فطر رمي، يعني ما بزبط إنها تنتقل من نبات لنبات، لازم تنتقل من نبات لا بقايا نباتات ميتة لا inorganic materials أو organic materials substances كسابروفايت اللي هي الفطريات الرمية عشان تقدر تكمل دورة حياتها. فأغلب الممرضات النباتية مثلا نفترض نقول اللي هو الباودر ميلديو داوني ميلديو الفطريات اللي هي البياض الزغبي والبياض الدقيقي بنتقل من نبات إلى آخر in the same way. بس في عنا مثل اللي هو الابل سكاب فنشورا سبيسيز عادة بده عشان يكمل دورة حياته لازم يمر المرحلة الأولى يكون على النبات اللي هو التفاح، وبس يخلص على التفاح لازم ينزل على التربة يبقى في التربة على أساس أنه يكون رمي يكمل دورة حياته عشان يقدر يتحول لفطر قادر على إحداث اللي هو السكاب أو اللي هو الجرب على التفاح next season. هلأ في البداية أخذنا إحنا obligative و facultative parasitoid أو الparasite اللي هي إجباري التطفل واختياري التطفل. الfacultative saprophytes اللي هي برضو من المصطلحات اللي هو they can choose to be saprophytes or they can be infected plant. Fungi grow parasitically on host plant, but they continue growth on a dead tissue. أغلب الفطريات إذا وجد عائلها رح بل تكون كممرضات بتسبب أمراض نباتية وتصير متطفل على هذا العائل النباتي. في حالة إنه ما وجد العائل مش رح يختفوا أو رح يعني رح يفانش، ممكن يتحولوا لمتطفلات رمية، يعني بنزلوا على التربة شوف في بقايا نباتات شوف في بقايا حيوانات ممكن يتغذوا عليها ويتحولوا للتطفيليات اللي هي على رمية. Plant after they die move into decaying matter in the soil and the soil pathogen they have a wide host range they can survive in many years in the soil in the absence of their host. هذا الأمر بمكن أغلب الأمراض الفطرية إنها تعيش لفترات طويلة حتى في حالة غياب العائل النباتي. يعني إحنا في أحد المقترحات أنت لما بدك تعالج إصابة أمراض معينة في التربة بقول لك إنه اعمل الدورة الزراعية، يعني ما تضل كاش تزرع نفس العائل سنة بعد سنة، غير عوائل. طبعا في مثلا مثل السكلوروتينا سكلوروتونا اللي هي السوفت روت ممكن تضلها في التربة لمدة 10 ل 25 سنة، يعني لو بطلت تزرع مثلا خيار في هاي المنطقة 20 25 سنة، مجرد ما تزرع الخيار رح يجي عليها اللي هو السوفت روت. فبالتالي مش دائما بتزبط معانا، ولكن في بعض الأمراض اللي هي مثلا الفيرتيسيليوم غيب عنها 3 4 سنين ممكن انه بعد فترة بالتربة تختفي. ليش؟ لأنه العائل مش عم بتكرر، فبالتالي رح يضعف قدرته على البقاء لفترات طويلة من غير عائل نباتي، فممكن انه بعد فترة نخلص منه. ولكن مثلا في امراض بتكون لها القدرة انها تقعد ل20 ل25 سنة في التربة كسابروفايت بارازايت اللي هي متطفلات رمية. هلا فاكولتيتيف بارازايت اللي هي بتكون برضو اختيارية التطفل، الاولى اختيارية الرمية وهنا اختيارية التطفل that they live normally on the soil as saprophyte but if they come to contact with a plant that they sustain their conditions they can be or transfer to be a parasite and cause disease on the plant. هذا اللي هي اختيار التطفل بمعنى انها طول ما هي موجوده في التربه بتكون رميه، يعني بتعيش على المواد اللي هي ميته وبتتغذى على المواد الميته. مجرد ما تيجي in contact يعني تتلامس مع عائل نباتي مناسب لإلها تتحول من خاصية الرمية أو اللي هو المتطفل الرمي إلى متطفل بسبب أمراض بتصير بارازايت للنبات وبتصير تحدث عليه إصابة مرضية وبتصير عليه تتحول من رمية إلى تطفل. هلأ during the parasitic phase fungi show various relationship to the plant. هلأ هاي المراحل عم تنتقل راح يكون في عنا نوع العديد من العلاقات. هلأ مثل powdery mildew grow on the plant surface and sends their feeding organ الهستوريوم into the plant epidermal cells.
تذكروا أول حكينا أول عملية لما بيجي ال pathogens spores attached to their host بيجي بيعمل اللي هي adhesion. هلا مثال بسيط مثل ال powdery mildew. ال powdery mildew مجرد ما يجي على سطح النباتات رح يحاول إنه يخترق اللي هو الجدار الخلوي الخارجي عن طريق اللي هي إنشاء الهستوريوم اللي هي حكينا عنهم الممصات اللي بدها تخترق. هو رح يضله موجود على السطح من فوق، مش رح يصير له اختراق داخلي. اللي عم بيخترقوا النبات اللي هم أجزاء الهستوريوم، ولكن السبورز will still on the top. فعشان هيك بتلاقي أنت أعراض الإصابة بالباودري، بتلاقي الطبقة هاي القطنية أو اللي هي زي الدقيق بتكون على السطح العلوي للأوراق موجودة وبكثافة. هلا اذر اكزامبل هو الابل سكاب. بتعرفوا الابل سكاب اللي هو الجرب اللي بيجي على التفاح، اللي بتكون مناطق اللي هي لونها بنيه، مناطق جلديه على على حبات او ثمار التفاح. They grow only between cuticle and epidermis، يعني بيعيشوا بس على الطبقه القشره الخارجيه، يعني ما بدخلوا داخل النبات او الثمره. يعني لو بدك تعمل مقطع في الثمرة ما بتلاقي فيه تلون أكثر من تحت الإبيدرمس بمراحل بسيطة، بعكس بعض الأمراض ممكن توصل لحديت ما تدخل لجوة الثمار وتبين عندها اللي هو التلون، وممكن يتوصل للفاسكولار سيستم خاصة إذا إجت على الساق مثل الفيرتسيليوم الفيوزاريوم، بوصل وبسكر لك اللي هو الفاسكولار سيستم كامل داخل النبات. هون السكاب لا، هون بس بكون بطبقة الإبيدرمس والإنر سيلول، يعني ما بتخترق كتير، بتكون بس على القشرة الخارجية. هلأ بعكس اللي هو حكينا اللي هم لأنه some grow intercellular space and send their hostoriums like الميلديو، مثل الفيوزاريوم grow inside the xylem. حكينا هلأ الفيوزاريوم اللي هم بتسبب اللي هو الفيرتسيليوم أو اللي هي الويلت الفيوزاريمي او اللي هو الفيرتسيليوم اللي هو الذبول. هلا عاده هدول بيدخلوا للزايلم، مجرد ما دخلوا للزايلم يعني انت بتدخل لوين؟ للسورس اوف ترانسلوكيشن اوف ذا ليكويد اند نيوترينت داخل النباتات. فبالتالي عاده رح يصير في عندنا انفكتنج بلانت ديستروينج ذا فاسكولار سيستم داخل النباتات، وبالتالي رح يصير في عندك تلون، رح يصير في عندك انسداد، رح يصير في عندك روتن، رح يصير في عندك الاكسيديشن، فبالتالي رح يعطل الفاسكولار سيستم داخل النبات، فعشان هيك بتظهر عندنا اعراض اللي هي الذبول. Survival and performance of a pathogenic fungi depend on temperature and humidity. العوامل اللي بتحدد قديش قدرة المرض على الانتشار أو إنه يتحمل أو إنه يعيش ويتعايش مع البيئة اللي هو فيها بتحدد لنا إياها عاملين temperature وhumidity. عشان هيك إحنا دائما بنحكي الأمراض النباتية عندنا إمتى بتكتر؟ بتكتر بداية آخر الخريف بداية الشتاء. ليش؟ لأنه عادة بتكون فيها عندنا درجات الحرارة عم تتغير وعندنا نسبة الرطوبة عم ترتفع. إحنا نادرا ما نلاقي مثلا أمراض نباتية بتطلع عندنا بالصيف، لأنه إحنا في عندنا عامل محدد الهيوميديتي عندنا في الصيف تقريبا بتكون هيوميديتي، معناتها إنها نتيجة المطر مش نتيجة إنه في أنت قربك من المي أو هيك شيء. هلا لما يكون في عندك مطر بشكل سيزنال، هذا بنسميهم سيزنال رين اللي هو عادة بصير الأمطار الموسمية، بتزيد نسبة الإصابة في الأمراض خاصة إذا كانت درجات الحرارة ما بين معتدلة إلى شوية منخفضة، لأنه الأمراض النباتية أغلبها بدها ما بين حرارة منخفضة إلى معتدلة عشان تقدر to survive and to start to sporulate. هلا free mycelium can survive temperature reaching from -5 إلى 45، هذا في اللي بده يكون بالتربة. هدول المايسيليوم عندها القدرة إنه شفتوا الوايد رينج لإلها تقريبا 50 درجة مئوية من -5 إلى 45، ولكن في عندنا في شغلة مهمة، بالرغم من إنه الحرارات عندها وايد رينج إلا إنه لازم يكون عندها رطوبة، والرطوبة لازم تكون أقل إشي 75، فبالتالي عندها القدرة إنها صح تعيش وتتحمل درجات حرارة متفاوتة، ولكن إذا كانت المعامل المحدد لإلها الهيوميديتي مش موجود، هاي الافشنسي لإلها للانتشار رح تكون محدودة. Most spores can withstand a wide range of temperature and high relative humidity. Like the ommomycete and zoospores, fungi need free water for production, movement, germination and for the zoospores. طبعا بالرغم انهم عندهم
مساحة من القدرة أنهم يتحملوا درجات حرارة ورطوبة متفاوتة، يعني عندهم الرينج عالي، إلا أنه لازم يكون في عندهم اللي هو الووتر فيلم. حكينا أي فطر أو أي ممرض نباتي عشان ينتشر لازم يكون في طبقة رقيقة من الفري ووتر، هذا اللي هو بيساعد على الانتشار وبيساعد على الادهيشن وبيساعد على عملية اللي هي البينتريشن وعملية اللي هي انفيجن للنباتات. فبالتالي لازم يكون في عندنا طبقة من المي الحر أو اللي هي الووتر فيلم على الهوست بلانت اللي بيساعد في عملية اللي هي الاتاتشمنت للهوست بلانت. هلأ بدنا ناخذ الكلاسيفيكيشن للبلانت باثوجنز. طبعا في عندنا اللي هي المين كلاسيفيكيشن او اللي هي الكندم بدها تكون الفنجاي. في عندنا فور كلاسز اخذناهم في المحاضرات السابقه ولكن هلا رح ناخذ في تفاصيلهم. كريستومايسيتس، زايغومايسيت، اسكومايسيت اند بازيدومايسيت، هذول الفور كلاسز الاساسيات. وهذول اغلبهم اذا بدنا نطلع على هذول اغلب الممرضات النباتيه اللي راح ندرسهم متواجدين عندنا في منطقتنا ومناطقنا تابعين لهذول الثري كلاسز. هلا كريستو مايسيت اللي هي فيجيتاتيف ستراكشر ذات الونجيتد مايسيليوم اند فورم زوسبورز وذ وان فلاجيلا، هذا شكلها عباره عن نمو خضري. هذا النمو الخضري عاده بيكون للمايسيليوم اللي قلنا لكم ان هي بتكون وان لينث، بيكون فيها امتدادات للمايسيليوم عاده بتنتهي في زوسبورز، والا لكل زوسبورز بتنتج بيكون على الاقل له مثل اللي هو خط الفلاجيلوم الواحد شعر واحد اللي هي فور وان فلاجيلوم. هلا الزايغومايسيت برضه فيجيتاتيف ستراكشر اوف لامنتوس هايفي، ذس از نوت وان، this is هلا بيطلع المايسيليوم بيطلع منه ايش برانشز اوف هايفي، عباره عن خيوط من الهايفي المتفرعه من المين مايسيليوم، بيكون برضه ستراكشر خضري بتكثر من اللي هو الاصل. they produce by spores عاده قليل منهم بسبب امراض نباتيه معروفه ومسجله. هلا الاسكومايسيت they produce sexual spores، بيكون هذول او ascospores in an ascii أو produce non-motile conidia على حسب شو في عنا أنواع. the sexual spores اللي هم بدرس بنتجوها بيكون إلها أشكال مختلفة لأنه كل class إلها species مختلفة بتتبع لهاي المجموعة. البازيدومايسيت عادة they produce sexual spores أو basidiospores externally on a basidium، يا إما بنتجوا السبورات الحرة أو اللي هي البازيدوسبورز اللي هي إلها قواعد بازيدية موجودة عادة بتكون محمولة على شكل البازيديوم. طبعا هاي أمثلة على اللي هم أشكال اللي هي السبورات أو البازيدوسبورز. هنا اللي هي كريتومايسيت اللي هي الزوسبورز of a species allomycetes، هذا اللي هو عبارة عن شكل البويضة اللي هي الملقحة. هنا برضو اللي هي اكريتيك هاسز للرايزوبيا فايديم اللي هي نوع من أنواع برضو من نفس العائلة نفس الكلاس. هدول اللي هي اللي بيكون أشكالهم اللي هي عبارة عن سبورز وبطلع منها اللي هي المايسيليوم، وعادة في نهايتها زي ما حكيت لكم بيكون one spores with one flagellum. هلا برضو another spore اللي هو موجود على سبورانجيوم هياته بيكون هذا داخله أكياس اللي هي محمولة على شكل زي السبورانجيوم. هذا لما بتنفجر هذا السبورانجيوم أو الكيس اللي بيكون حامله بيطلع منه أشكال اللي هو الزوسبورز موجودة عم تطلع من الكيس اللي بيكون او الجسم اللي هو السبورانجيوم. هلا هذا بالمختبر اخذنا اللي هو التفحم، امراض التفحم اللي بتصيب القمح وبتصيب هذا اللي هو اليوستيليجو والباكينا اللي هي بتسبب السيريال راست واللي هو السمات. هلا هاي هون بتسبب لنا هذول كلياتهم عباره عن اللي هو البازيدو مايكوتا اللي من مثالها اللي هي الباكينا جرامينيسز اللي بتسبب الرست على القمح. هلا هون اللي بده يكون شكلهم اللي هي الاندر سبورز اوف ذا سيريال ستيم، هذا هون بيكون هذا الستيم الموجود اللي هو استم تبعه اللي عليه اعراض الرست. طبعا لما بدنا نعمل ناخذ مقطع منهم وناخذ من هذول ونعزلهم على سلايد ونعملهم ستيننج بتلاقي هذا الشكل
اللي هو حامل عليه اللي هو السكشن اوف ذا ليف شوينج ذا ايربشن اوف ذا ليف ابيديرمس. طبعا هون هدول اشكال اللي فرجيناكم اياهم للسبورز اللي موجودين عادة داخل الليف تيشيو اللي بيكون فيه انفكشن نتيجة اللي هي الراست ديزيزز. طبعا هون برضو الباكينا جرامينيسز برضو on the alternate host اللي هي اذا اجى على مش نباتات اللي هي السيريز او اللي هي المونوكوت لما يجي على دايكوت مثل اللي هي البربري عادة هون بنشوفها على الاوراق بتيجي كالليجنز نوع من انواع النباتات اللي هي الحرجية. هلا هدول النباتات بيصير عليها بدل ما يكون عندنا الرست كرست بتذكروا اللي فرجيتكم اياها بالمختبر بيكون عبارة عن بقع من اللي هو الصدى على الاوراق اللي هي النجيليات او على اللي هو المونوكوتس على الدايكوت بدها تيجي كسمبل ريليجنز اللي هي عباره عن بقع صفراء مو بتشبه الرست ولكن مش بكثافتها اللي بتكون موجوده على المحاصيل الحقليه. طبعا هون هذا اللي حكيت لكم عنه الاشكال اللي بدها تكون اللي هي سبورانجيوم وهون بس تنفجر بده يطلع منها اللي هو الابواغ اللي بدها تنتشر في كل مكان. طبعا هدول لما بيصير في عنا الاسكيو سبورز لما بنفتح بيطلع منها هدول كل السبورات وبتبدا بعمليه الانتشار والديسيمينيشن ان ذا اوتر سيرفيس اوف ذا انفايرمنت. طبعا هاي الاسكومايسيت حكينا في الاسكومايسيت ممكن تكون محموله على البازيديوم او ممكن تكون محموله على الاسكي. هلا هذا الكب اللي هو الاسكومايسيت اللي هو حكيت لكم بيجي زي الكاس اللي هو الاسكومايكوتا ممكن هون بتكون محموله على اللي هو الكونيديوم اللي هو زي البازيدومايسيت وهون برضه اللي هي عباره عن السبورات اللي موجوده هون. طبعا الفيجن مش كثير منيحه ولكن راح نشوف صور احسن من هذول للاسكو سبورز اللي هي بتكون داخل كيس الاسكي. في حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافيه.